مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين، مشاهدين لاعب 12 والشرقية، حلقة جديدة متابعة مهمة جدا بعد فاصل قصير. أتمنى ظلوا ويانا. مع بداية كل موسم وبالتأكيد قبل تبدي انطلاقة الفرق التحضيرات والاستعدادات، واليوم الزوراء هذا النادي الكبير، هذا النادي الصرح، الكل يستشعر بموسم صعب للغاية، موسم مرتبط بهجرة جماعية لنجوم الفريق الكبيرة علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم ومحمد قاصد وعلاء مهاوي، وبالتأكيد تعويضهم بنجوم آخرين أيضا على مستوى كبير من النجومية والمقدرة الفنية، لكن هذا الاستقرار وهذا التغيير لجلد الفريق تقريبا بالكامل يعني يخلي الاستقرار بعيد. قضية ملعب الزوراء، قضية التراخيص الآسيوية، قضية وضع الفريق الموسم الجاي، كله راح نناقشها بحلقة اليوم مع سيد شاكر الجبوري أمين سر الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، اللي راح ينضم لنا إن شاء الله بعد ما نشاهد أول تقرير لزيد السراج. يواصل فريق الزوراء بكرة القدم برنامج إعداده الأول استعدادا لانطلاق الدوري العراقي الممتاز، وبدأت النوارس بعملية التجمع على أرضية ملعب الزوراء الثاني في الشالشية أملا باكتمال الصفوف من خلال التعاقدات والتي أبرمتها الإدارة مع مجموعة من اللاعبين، وقبلها الملاك التدريبي وعلى رأسه المدرب أيوب أوديشو والذي يقود الزعيم هذا الموسم بعد رحلة طويلة مع مختلف الأندية العراقية والعربية، وبطاقم مساعد ضم إبراهيم عبد نادر وباسم العيبي وغانم إبراهيم مدربا للحراس والدكتور ضياء ناجي مدربا للياقة البدنية. معسكر تدريبي سينطلق بعد 10 أيام في مدينة أنطاليا التركية استعدادا للموسم الكروي بمشاركاته المحلية والدولية، وسيلعب الزوراء هذا الموسم مدافعا عن بطولة الكأس التي أحرزها وطامحا لحصد بطولة الدوري والذي توج به في الموسم ما قبل الماضي، ومشاركا أيضا في البطولة الآسيوية والتي غابت عن خزائن الزوراء، والأمنيات ترنو لرؤيتها ضمن حصاد النوارس مع كمية الألقاب التي حصل عليها. بعد حصوله على لقب الكأس خلال الموسم الماضي، الزوراء يطمح للمنافسة على 3 بطولات، الدوري وبطولة الكأس وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مع تعاقده مع المدرب أيوب أوديشو واستقطابه للاعبين نجوم. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذا بالبداية خلينا نرحب بضيفنا العزيز اللي دائما ينورنا باللاعب 12 وبالشرقية، سيد شاكر الجبوري أمين سر الهيئة الإدارية نادي الزوراء. سيد شاكر، بداية شكرا على حضورك ومرحبا بك باللاعب 12 دائما وبالشرقيه، ويعني نقدم لكم التعازي لوفاه فناننا الكبير ويعني النجم العراقي الكبير الدكتور فاضل خليل، اللي في فتره سابقه كان هو نائب رئيس الهيئه الاداريه للزوراء وواحد من عشاق النوارس، فيعني البقاء لله والبقاء في حياتكم ان شاء الله يا ربي، يعني الصبر والسلوان لاهله ولعائلتنا، وبالتاكيد خسارتنا كبيره بهذا الإنسان الرائع والفنان القدير. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه يعني التقديم الرائع. أعتقد يعني دائما ما تسعى الشرقية يعني قنواتها الاثنان جنابك الكريم وأيضا الأستاذ محمد، إنه تقديم دائما ما هو مفيد للزهرة، وأكيد هذه يعني الطموح من عندكم دائما، يعني خلينا حتى لو كنا في وضع يعني سيء جدا ان ناتي ونجلس امام الكاميرا لكي نتحدث عن الفريق واستعداداته، فاني اقدم شكري وتقديري لكم ولكل العاملين في قناه الشرقيه، واعزي يعني عائله اخونا وعزيزنا الدكتور فاضل اللي عمل نائب رئيس هيئه اداريه في نادي الزوراء وايضا امين سر اشتغل، وهذه هي سنه الحياه، يعني الله يرحمه، لا نقول الا أن نقول سبحان يعني الله يرحمه برحمته الواسعة. طيب، إن شاء الله. سيد شاكر، خلينا نبدأ مباشرة ويعني نستغل الوقت مع حضرتك. الخبر الأبرز فيما يخص الزوراء اليوم كان أكو حسب ما وردت لنا الأخبار اجتماع بين
الشركة الإيرانية المنفذة لملعب الزوراء ومع وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالسيد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطان. كنتوا حاضرين هذا الاجتماع، يعني تبلغتوا بقراراته، كنتوا مشاركين به كإدارة لنادي الزوراء؟ لا جنابك، تعرف احنا بعد تهديم الملعب استلمت المهام الامور هي وزاره الشباب والرياضه. اعتقد يعني كل ما يجول في يعني ارقه الملعب ويعني من هدم وعمليه بناء وعمليه توقف، هو طبعا من ضمن يعني شلون نقول من ضمن امكانيات وزاره الشباب والرياضه او من ضمن صلاحيات وزاره الشباب والرياضه. يعني احنا كنا نعرف انه اكو يعني مناشداتنا كانت ايضا دائمية مع السيد الوزير، وأعتقد يعني بافتتاح ملعب التاجي أنا تكلمت مع السيد الوزير بهذا الموضوع، والرجل قال أنا أعرف أنه هذه المعاناة هي مال الملعب وتوقف الملعب نتيجة السيولة المالية القليلة جدا اللي موجودة بالبلد، وأعتقد أيضا أصابنا الكثير من عندها خصوصا إحنا نادي الزوراء. أعتقد اليوم كان أكو اجتماع وأكو قرارات أيضا، نعم يعني ظهرت إنه أو راح تظهر إن شاء الله قريبا في سبيل أنه يمشي هذا الملعب، في سبيل انه تعرف انت وصل الى نسبه 55 الى 60% من نسبه الانجاز. اعتقد اذا ما استمروا على نفس الهمه اللي كانوا مستمرين عليها قبل شهر او شهرين، اعتقد يعني يقدر يخلصون. بس هو كان العمل متوقف يعني بالفتره السابقه، كان اكو يعني بعض الامور المتعلقات توقف لمده، صحيح توقف لمده شهر الى شهرين لانه متعلقات ماليه مو من جانب الشركه، من جانب الوزاره، واعتقد الوزاره ما عندها السيوله النقديه الكافيه في سبيل ان توفي بالتزاماتها، جهزت مبلغ يعني بسيط اعتقد راح ايضا قعدت مع الشركه وممكن ان تبدا بالعمل، الشركه مره ثانيه تعود يعني ما عندكم تفاصيل يعني ما عندكم تفاصيل ايش وقت راح ترجع الشركه للعمل، ما ابلغتوا انتم كاداره الزوره؟ لا انتم ما تعتبرون نفسكم طرف لا نهايه الشهر احنا طرف اساسي، بس اعتقد العمل يعني هو من يعني عمليه العمل وعمليه البناء واللي هو جزء من يعني قلت لك من يعني امكانيات وزاره الشباب والرياضه، ولا علاقه لنادي الزوراء بهذا الموضوع، يعني قصدي لا علاقه الى فقط في عمليه يعني البناء وعمليه توقف أكيد. البناء وعمليه يعني استمرار البناء وصرف السلف اكيد هي من مهام وزارتنا وزاره الشباب والرياضه. يعني موعد انجاز الملعب يعني مستمر بنهاية العام الجاري، الموعد هو ما زال ثابت وفق المعطيات وفق ما أنت تمتلكه من معلومات ويعني ربما تجربة على أرض الواقع. سيد شاكر، أنت تقول أن الملعب راح يخلص بنهاية السنة؟ لا مو يخلص بنهاية السنة، أعتقد لو مستمرين هم بنفس الهمة اللي كانوا مستمرين عليها في الوقت الـ يعني المضى كانوا يعملون طيب العمليه القادمه انه راح يتاخر ايضا. طيب سيد شاكر، اتمنى تبقى ويانا، عندنا مجموعه كثيره من اللقاء، ندخل مباشره بالامور الفنيه مع المدرب واللاعبين اللي راح نكون بلقاءات معاهم، والسيد شاكر جبور ايضا مواضيع كثيره حول يعني ملعب الشعاب وايضا التحضير الفني للموسم الجاي. سيد كريم رزاق مدير الكره بنادي الزوراء اتحدث لزيد السراج، نتابع. مثل ما يعرف المشاهد الكريم وجمهورنا العزيز خاصة جمهور نادي الزوراء، احنا كل سنة هاي نعاني بالانتقالات، يعني اكثر من 10 لاعبين يطلعون ولا يجون 10 لاعبين جدد، لكن الحمد لله يمكن هاي السنة صارت بتوقيع اللاعبين سنتين، يعني تصدق العقود من قبل اتحاد كرة القدم سنتين، هذا جيد جدا، ولو كنا نتمنى اكثر من سنتين حتى يصير عامل استقرار. احنا هذا الموسم استقطبنا يعني صح خرجوا من عندنا لاعبين، لكن ايضا الاستقطابات اللي اجتنا هي على مستوى عالي. بدينا يوم 20/9 استعدادات للدوري، استعدينا مبكر، تدري عامل الانسجام عامل مهم، وايضا يوم 20/10 احنا مسافرين معسكر الى انطاليا لمده 12 يوم لغرض عمل مباريات وديه، الوقوف على مستوى الفريق، لكن ايضا نحتاج الى لاعبين اللي هو مهاجم، يعني وكابتن ايوب عنده لاعبين اثنين
يعني مو تحت الاختبار، راح يختار واحد منهم أجانب وأيضا لاعب محلي يلعب على جهة اليسار، يعني أكثر شيء الدفاع اليسار، حتى يكون عامل مساعد ويا اللاعبين اللي موجودين. راح الحمد لله وشكر ما راح يساعدنا خلل، قلت لك من حارس المرمى جانا الحارس جلال حسن، يعني تعرف كله على جلال حارس مرمى المنتخب الوطني، نتمنى له أيضا للرجوع إلى مستواه أفضل ويعيد نفسه وينسحب منتخب وطني. المدافعين أكثرهم مستقرين، يعني كرار محمد، عباس قاسم، حسين جويد، نديم صباغ، لكن نضاف لهم محمد عبد الزهرة، نضاف لهم علي حسين رحيمة، بالإضافة إلى يعني تعرف لاعبين اللي موجودين مصطفى جودة جانا، أمير صباح، إبراهيم بايش، من اللاعبين اللي أتوقع أن يكون يعني هذا الموسم يعني لاعب بارز في يعني شلون نقول لك لاعب مو بس محلي، راح يصير لاعب سوبر. بالنسبة للمهاجمين شو وقت راح يعني تعلنون عن المهاجم القادم؟ احنا تدري هاي اجراءات الدولة، يعني بدنا نسوي لهم فيزا دخول، الفيزا إقامة، فماشين بها ان شاء الله الاسبوع القادم تطلع لهم، لان تدري هاي اجراءات قانونية، مو احنا عملنا لهم كتاب من الوزارة الى الإقامة، راح تصدر الفيزا مالتهم ان شاء الله خلال الاسبوع القادم، واحتمال كبير يروحون ويانا بالمعسكر، يعني بالمعسكر هناك، وراح يصير قلت لك اختيار لاعب من عندهم. ايضا انا العفو يعني باقين اللاعبين اللي موجودين يعني على مستوى عالي، اللي هو امجد كلب، حسين علي، يعني الصفا هادي، احمد فاضل، علي رحيم، لؤي صلاح، يعني اللي موجودين اللاعبين الباقين صار عامل الانسجام بين الخبره وبين الشباب، فنتمنى ان يتواصلون ويرتفع الى المستوى البدني، المستوى الفني. يعني انا احب اطمن جمهور الزوراء فريقنا ان شاء الله هذا الموسم غير ان شاء الله. بالنسبه لدعم وزاره النقل، هل هنالك ميزانيه خصصت لهذا الموسم ام هم على شكل دفعات؟ والله يمكن اقول لك معالي السيد الوزير يمكن اكثر شخص مهتم بالنادي، يعني بعد الاداره كل ما نروح له فيريد يسوي لنا ميزانيه ثابته، يعني طرح هذا الكلام باجتماع هيئه الري، فان شاء الله احنا ماشيين عليها ويعني نتوسم خير بمعالي السيد وزير النقل. نرجع لحضرتك سيد شاكر، بعد ما يعني سمعنا كلام السيد كريم رزاق، موضوع مهم يعني متعلق بالملعب، التاخير اللي صار بالتاكيد راح يمكن يخلي ملعب الزوراء ما يكمل حسب الموعد الاول اللي اعلن، هو نهايه السنه، وربما يتاجل الى ما بعد بدايه السنه الجديده ان شاء الله. لكن خلينا نحكي بموضوع ملعب الشعب، توصلتوا الى اتفاق تعاقد مع ملعب الشعب مع وزاره شباب الرياضه للعب على ملعب الشعب حتى تاخذون الرخصه الاسيويه، يا ريت تفاصيل هذا التعاقد اذا مسموح لنا نعرفها، تفاصيل هذا التعاقد مع وزاره شباب الرياضه شو راح يكون، ويعني طبيعه العلاقه بينكم بين الوزاره بخصوص الملعب. طبعا هو ماكو شيء مخفي، واكيد يعني هي العلاقه شفافه ما بين وزارتنا ويعني وزاره الشباب الرياضه وما بين نادينا نادي الزوراء. اعتقد العقد وقعناه احنا معهم كان العقد يعني مبلغ ايجار 75 مليون اضافه الى يعني ايراد المباراه، ريع المباراه، وبالمقابل انه هم يعطونا ملعب الشعب لمده سنه واحده. اعتقد هذه السنه هي كافيه لانجاز ملعب الثاني سنه لو موسم كان نرجع له موسم. سيد شاكر العفو، هم بالبدايه حددوه بتاريخ بعدين صار الى موسم كروي واحد، يعني بالبدايه كانت بتاريخ معين، هسه صارت الى موسم كروي، واعتقد هو اذا يكون بتاريخ يكون اضبط بعد، لانه حتى ايضا لجنه المسابقه تتحدد بهذا التاريخ وتلتزم به، لانه تعرف انت جنابك اذا ما بقي الموسم الكروي مثل هذا الموسم اللي فات ايضا راح يكون موسم يعني مرهق للاعبين وللادارات بصرف مالي بتعب وارهاق للاعب، فاكيد كل ما يكون منظم بوقت يكون افضل. لو ما يكون لو انجز ملعب الزوراء ويعني اصبح متاح او جاهز لنقل للعب عليه، العقد يستمر لو بمجرد ما تحصلون على الملعب وملعبكم يكمل العقد يعتبر لاغي؟
يعني هاي القضية بسيطة جدا أنا أشوفها، حتى إذا هو استمر أو عدم استمراريته. أي. أعتقد إحنا أكو لغة تفاهم عالية ما بيننا وبين وزارتنا، وزارة الشباب رياضة، وأعتقد هاي يعني هذا لغة التفاهم ممكن أن توصلنا إلى هواي نتائج، يعني نعوف ملعب الشعب، نلعب في ملعبنا، نبقى نستمر إلى أن يكمل ملعبنا بشكل يعني يليق بجمهورنا وبلاعبينا. أعتقد يعني هاي مسائل، يعني شو نقول، مسائل شكلية مو مسائل. طيب التعاقد مع سيد شاكر، التعاقد مع الوزارة بهذه الصيغة، 75 مليون زائد كامل لريع مباريات الزوراء، يعني خسارة للزوراء أنتم تشوفوها لما طول الموسم ما يستفاد من جمهوره يحضر له، لو أنتم مضطرين على هذا الأمر، يعني الشيء بينكم وبين الوزارة الآن أن الوزارة هي اللي ربحانة من هذه الصفقة، هي ربحانة من هذا التعاقد، والزوراء هو اللي خسران. هو إحنا ما راح يخليهم يربحون بهاي الحالة، لأنه أول وتالي راح نطالبهم بمنح مالية. أعتقد عندنا إحنا مشاركات، وممكن كلام السيد الوزير كان واضح أنه مشاركاتنا الخارجية ممكن أن يتبنتها وزارة الشباب والرياضة. نتيجة تعرف أنت، إحنا ميزانيتنا ميزانية ضعيفة جداً، فأكيد يعني راح يكون أيضا جزء من اهتماماته وجزء من المالية ممكن أن راح نأخذها من ريع المباراة اللي ممكن راح يدخل لهم بيه، فما راح نخليهم إن شاء الله يستفادوا من عندها. يعني قلت لك لغة التفاهم والتعاون موجودة بينه وبينهم. يعني أنه الآن أنتوا رضيتوا بهذا العقد، مجرد أنه تمشي الأمور حتى الزوراء لا ينحرم من الاستحقاق الآسيوي ولا ينحرم من الرخصة الآسيوية، فبالتالي هذا الحل الوحيد، المخرج الوحيد كان لكم، وبعدها ان شاء الله يعني اكو مفاوضات، اكو حديث، اكو ضرورات ربما تغير من هذه أكيد. من هذه البنود بالتعاقد. كلش صحيح. يعني اعتقد يعني احنا تعرف الزوراء وجمهوره الكبير، انا اتحدث عن نادي الزوراء فقط، يعني تعرف الجماهيريه العاليه واكيد يعني عندما يلعب الزوراء مع فريق جماهيري ثاني اكيد احنا الملاعب الثانيه ما راح تكفي، يعني سواء كان ملعب بغداد او ملعب الكرخ او اي ملعب ثاني اللي موجود من اللي اتاحت لهم لجنه التراخيص بهذا العمل. اعتقد ملعب الشعب هو اللي يليق باسم نادي الزوراء، وان شاء الله الامور الاخرى ممكن ان نتفاهم عليها، يعني مو شيء صعب. طيب سيد شاكر، يعني نبدأ ندخل شوي بالامور عمل الفريق والفريق الفني. اليوم انتم يعني مشاركه اسيويه بالتاكيد قدامكم، لكن يعني لليوم المشاركه ما وضحت المعالم، كاس اتحاد اسيوي، ملحق دوري ابطال اسيا، اكو تبليغ رسمي بهذا الموضوع؟ عندكم اخطار او اشعار رسمي من الاتحاد الاسيوي عن طريق الاتحاد العراقي بوضعكم الموسم الجاي بخصوص مشاركتكم الاسيويه؟ هو لحد هاي اللحظه ما اصدر يعني الاتحاد العراقي لكره القدم اي اشعار باتجاهنا، بس انا اللي اعتقد انه راح احنا نحصل على، يعني العراق حصل على مقعد ونصف، المقعد الاول يكون هو للجوية اكيد بطل دوري، والنصف المقعد راح يكون للزوراء، وايضا ممكن ان يلعب ويمكن ان يدخل من ضمن المنافسة. النفط ثاني الدوري، أعتقد النفط ثاني الدوري ايضا. احنا كلمنا اداره النفط، بطل كاس اعتقد يمكن سيد شاكر، كلمنا اداره النفط قالوا ان احنا حسب علمي عندنا ملحق دوري ابطال اسيا احنا الثاني. حسب علمي انه اللي ماخذ انه بطوله كاس الاتحاد الاسيوي اعتقد ما راح تكون يمكن غرب اسيا اللي هم يمكن العراق بها او البلدان الاخرى، اعتقد راح يعطونا فقط يمكن الابطال، ويمكن يكون بطل الكاس وبطل الدوري هم المشاركين بها. لحد هاي اللحظه قلت لك ماكو شيء رسمي، بس اعتقد هو باللي راح يعني زين ايش وقت يصير الشيء الرسمي؟ انتم كاداره زوراء تريدون تعرفون راسكم من رجليكم، المفروض الاتحاد المدرب يريد يعرف وين يروح، المفروض الاتحاد. هو احنا شكل المسابقه لحد هاي اللحظه ما عرفناها مال الدوري، قسم يقولون يعني مجموعتين قسم يقولون دوري. سيد شاكر، الاتحاد الاسيوي انظم وارتب وافضل واكثر خبره من لجنه المسابقات عندنا اللي بالاتحاد، ذولا يعرفون تفاصيل هذه الامور، يعرفون يخططون 3 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، لجنه المسابقات ما تعرف الدوري 15 11 راح يكون اوكي متفقين، لكن انتم تقدرون تخاطبون الاتحاد العراقي حتى تعرفون راسكم ورجليكم؟ احنا بالضبط هذا اللي سويناه، احنا ما احنا تعرف جنابك ما نقدر نخاطب الاتحاد الاسيوي، خاطبنا الاتحاد العراقي انه احنا وين راح نلعب؟ في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي ام في بطوله الدوري؟ اعتقد يمكن هم مخاطبين بس ما اجتهم لحد هاي اللحظه
يعني وخاطبونا بشكل رسمي، ننتظر الاجابه من عندهم. احنا يعني تعرف احنا ما نقدر نخاطب على الرخصه الاتحاد الاسيوي مباشرة. حصلتوا على الرخصه رسميا سيد شاكر؟ احنا كل الامور تعرف احنا كل الامور اللي ممكن كانت بلجنه التراخيص كلها يمكن كانت نعمل بها اوتوماتيكيا، بس هي اللي وقفنا وكان عائق في هذا المجال هو فقط الملعب. واعتقد خلصنا يعني الملعب، احنا اعطينا قلنا ملعب الشعب وطونا بعض الملاحظات على ملعب الشعب لجنه التراخيص، واعتقد احنا والجويه والطلبه راح نعمل عليها مع بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه في سبيل اكمال متطلباته اللي راح يكون الى حد يوم 11. طيب سيد شاكر، ايضا موضوع اخر يعني متعلق بالدوري، دائما الزوراء مع الدوري العام الاكثر فائده فنيا، هذا متفقين عليه. ما زلتم كاداره الزوراء عند هذا الراي؟ يعني بهذه الايام راح يبدي التداول على موضوع اليه الدوري للموسم الجاي، رايكم كاداره نادي الزوراء هل هو مع دوري المجموعات او مع دوري الدوري العام؟ هذا الجواب راح نسمعه من السيد شاكر الجبوري بعد ما ناخذ مجموعه من يعني الكابتن غانم ابراهيم مدرب حراس مرمى وسيد قاهر مسوي عضو اداره نادي الزوراء، نسمعهم ونرجع للسيد شاكر الجبوري. مثل ما انتم شايفين الحقيقه استقدمنا كادر تدريبي وعلى راس الكابتن ايوب اوديشو وعدد من اللاعبين اللي هو شافهم راح يكونون نافعين للزوراء في هذا الموسم ان شاء الله، بالاضافه الى عدد اخر من اللاعبين الموسم الماضي، وكنا ثقه بالكادر التدريبي على راس الكابتن ايوب واللاعبين الجدد والقدماء في ان يكون نادي الزوراء بطل او يكون احد اقطاب المنافسه على البطوله القادمه في الدوري، وحيث نتطلع الى المشاركه الخارجيه ايضا كوننا ابطال كاس العراق نرفد الفريق في عدد من اللاعبين. اليوم احنا متهيئين الى معسكر تدريبي ان شاء الله راح يكون في انطاليا يوم 20 من هذا الشهر ولمده 10 ايام، وبعد العوده لبغداد لاجراء بعض المباريات الوديه والدخول في معترك الدوري ان شاء الله. اما فيما يخص وزاره النقل، وزارتنا اللي تدعمنا الحقيقه، الوزير يسعى ولا يالو جهدا الا وان يقدم للزوراء ما يستطيع. فالوزاره اليوم قدمت لنا بعض المبالغ اللي استطعنا ان نجمعها، وبصدد ان يكون لنا لقاء مع الوزير بالمرحله القادمه لتهيئه مبالغ اخرى لاكمال عقود اللاعبين للدوري ان شاء الله. طبعا استقطبنا الحارس الجلال حسن بالاضافه الحارس علاء قاطع ومحمد شاكر والحارس الشاب محمد كريم. ان شاء الله فريق الزوراء قادر هالسنه على احراز لقب الدوري والمنافسه بقوه على كاس الاتحاد الاسيوي. طبعا شيء اكيد فريق الزوراء فريق كبير فيحتاج لحراس اثنين على مستوى عالي، فلا غبار على الحارس جلال وعلى قاطع، وان شاء الله فريق الزوراء قادر على احراز لقب الدوري لهذا الموسم بوجود لخبه من اللاعبين جيدين ومركز حراسه مرمى الزوراء في مأمن ان شاء الله هذه السنه ان شاء الله. سيد شاكر، العودة للسؤال قبل اللقاءات، إدارة الزوراء ما زلتم عند رأيكم أنه دوري العام هو الأفضل لكم كنادي الزوراء؟ لو أيضا راح تتعاملون مع الواقع أنه دوري يخلص بسرعة، مبارياته قليلة، بصرف قليل، فبذلك مضطرين تمشون الأمر وتروحون لدوري المجموعات؟ لا، شوف عزيزي استاذ فيان، هو القضيه مو رغبتنا او رغبه، بس انا اعتقد رغبه الاتحاد، انا اعتقد هو النفع العام هو اذا كان بشكل دوري عام. طبعا اكيد راح اللاعب يلعب بحدود ال 40 الى 45 طيب. مباراه، اعتقد هذه ايضا تعطي فد يعني الى باور قوي في عندما شوف لاعبي الدول الاخرى ممكن ان يلعب اكثر من 40 الى 45 مباراه، احنا ما معقوله يلعب 12 مباراه او وبالتالي او 22 مباراه وبالتالي يقعد وزين. احنا نقول نصعد الى المرحله الثانيه، زين الفرق الثانيه اللي راح تغادر هذه المجاميع راح تغادرها من وقت زين. واعتقد الفرق ما بين المغادره الى نهايه الدوري فد شيء كبير، يعني وقت كبير كلش. فايضا اللاعب ايضا انتم عندكم راي واضح، احنا راينا اليوم احنا هذه الايام بدات لجنه المسابقات تناقش اليه الدوري، واكيد راح يتصلون بكم وبالجوية وبكل الانديه وبالطلبه الاحترام. نتمنى يكون لقاء مع الانديه الكبيره جدا مع كل المشتركين بالدوري وان شاء الله كلهم كبار، بس اعتقد
ايضا المجموعه نقول الاولى اللي ياخذون رايها، وايضا ان يحترم رايها في هذا المجال. اذا قالت انه نروح للدوري العام في سبيل ان يكون عندنا منتخب ايضا منتخب قوي ممكن ان ينافس يشارك يعني في بطولات، اعتقد يعني راح يكون اللاعب عندما يلعب 40 الى 45 مباراه مو مثل لياقته البدنيه واستعداده الفني مو مثل ما يلعب 20 الى 22 مباراه. احنا مع راينا مع الدوري العام طبعا، وحتى تعاقداتنا ومن رحنا ذهبنا بالتعاقدات وقيمة تعاقداتنا أيضا كانت مع يعني مع الدوري يعني العام طبعا يعني مو يعني مع دوري مختصر وقليل. مثل كل مرة تفضلون الدوري العام، لكن أكو بعض المعطيات وبعض الظروف ربما تجبركم على أنه توافقون على دوري المجموعات، يعني رأيكم مو ثابت، رأيكم متغير. لا لا، احنا نتمنى أن يكون دوري عام بس يحدد بوقت وينتهي بوقت، يجب ان يحسب به. احنا كلنا نتمنى دوري عام. سيد شاكر، احنا راينا هذا راينا وامنيتنا راينا قرارنا وامنيتنا ان يكون دوري عام يعني يشارك به الكل، راح يكون ايضا بقوه منافسه، راح يكون ايضا ب يعني استحقاق حقيقي لبطل الكاس وبطل الدوري العفو بطل الدوري، راح يكون ايضا بتنافس صحيح، راح يكون بتسلسل ايضا للفريق الاول والثاني والثالث، يعني هاي كلها بالدوري العام. أما دوري المجموعات أعتقد راح يظلم كثير من الفرق. طيب بالتأكيد الموسم على الأبواب والزوراء من الأندية اللي استقطبت لاعبين كبار، لاعبين مهمين ومميزين جدا، الكابتن القدير النجم علي رحيمة، الحارس الكبير الكابتن جلال حسن، لكن أيضا بالمقابل غادرت مجموعة مهمة من اللاعبين. خلينا نشوف هذا التقرير يوضح لنا صورة الزوراء فنيا بالموسم الجاي. نسمعها ونرجع للسيد شاكر الجبولي. هجرة جماعية من سرب النوارس قامت بها ركائز الفريق هذا الموسم، فناهيك عن احتراف المهاجم مهند عبد الرحيم، رحل عن الفريق هدافه على عبد الزهرة وجناحه على أمهاوي منتقلين إلى الشرطة، فيما ذهب المهاجم مصطفى كريم إلى الطلبة والحارس محمد قاصد إلى فريق الميناء. واستقطبت الإدارة لاعبين آخرين مثل الحارس جلال حسن والمدافع علي حسين رحيمة واللاعب الشاب إبراهيم بايش واللاعب أمير صباح، وجددت لآخرين كأمجد كلف وأحمد فاضل، وأبقت على محترفيها السوريين ومخضرمين نوارس أمثال القائد حيدر عبد الأمير ولؤي صلاح. ولا زال الزوراء يبحث عن مهاجم جيد، وربما سيلتحق بمعسكر الفريق لاعبون أجانب سيكونون تحت أنظار المدرب لاختيار الأفضل منهم من أجل ضمهم إلى الصفوف. ووعدت إدارة الزوراء بدعم أكبر من قبل وزارة النقل هذا الموسم مع طموحات وزارية بالظهور بالشكل اللائق، وتتمنى الجماهير المحبة للفريق أن يكون للزوراء ميزانية خاصة به حتى يستطيع وفقا لها أن يخطط لكل موسم، لا نظام الدفعات المالية والذي دائما ما يضع الإدارة في حرج كبير وموقف متذبذب وفقا للأموال، مع أمنيات أخرى باكتمال ملعب الزوراء الأول والذي مر على الشروع ببنائه 5 سنوات وعدة شهور دون أن يرى النور، مع وضع أكثر من علامة استفهام على وزارة الشباب والتي أكملت مشاريع أخرى بدأتها بعد ملعب الزوراء بسنوات. وعلى الرغم من أهمية هذا الملعب للقطب الجماهيري الكبير وحاجة بغداد للملاعب الكروية، وما بين الإنجازات والمعوقات موسم كروي قادم ومسيرة طويلة ستكشف عن واقع الفريق بشكل واضح. سيد شاكر، موضوع آخر مهم عانى من عنده الزوراء بسنوات مضت، موضوع الأموال وعقود اللاعبين، وكنا نعرف إدارة الزوراء من أصدق الإدارات بمسألة عقود اللاعبين والإيفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والمدربين. هذا الموسم أكو تغيير باستراتيجية يعني ما بدنا نقول استحصال، باستراتيجية تدفق الأموال من وزارة النقل لإدارة نادي الزوراء، أكو شيء ثابت
اكو شيء يتغير عن المواسم السابقه؟ لو راح تظلون كل شهرين ثلاثه واتصالات واجتماعات وعلاقات وبالقوه تجيبون المنحه وبتجيبون بالقوه تجيبون المكافاه للاعبين. طبعا شكرا لاطرائك، انه فعلا هي اداره الزوراء، يعني انا ما اريد اقول اللي يقوله الاخرين، بس احنا يعني الحمد لله والشكر انه نكون دائما صادقين في ايفاء بالتزاماتنا الماليه تجاه اللاعبين والمدربين. اعتقد هاي السنه طبعا بعد زياره السيد الوزير وزير النقل الاستاذ كاظم الى نادي الزوراء، واجتمع بالاداره وطرحنا له يعني وجهات نظر عديده، وايضا تبنى هو ايضا وجهه نظر انه يكون للزوراء، يجب ان يكون للزوراء مبلغ مالي مقطوع او ميزانيه يعني بهذا الخصوص، وحدد ايضا ميزانيه بهذا الخصوص، ووجه بالشركات، وايضا باجتماع هيئه الراي انعقد هذا الشيء وممكن تمت الموافقه عليه. لحد هذه اللحظه احنا ما اجانا شيء رسمي، بس احنا بالبدايه تعرف جنابك من اجتمعنا بالسيد الوزير وكملنا وياه كل الامور، طرح المالي خصوصا الجانب المالي، اعتقد انطرحت هاي المساله ووافق عليها. ما جانا، بس انا اعتقد هي مطروحه في هيئه الراي وصارت الموافقه عليها. كان هناك مبلغ على البحري، نعم، يعني وعلى الموانئ، فاذا ما استحصلنا هذين المبلغين طبعا من هذين الشركتين، ومبلغ مقطوع طبعا مو مبلغ انه تتراجع عليه وكل مره لازم موافقات وممكن ان يكون بها يعني اشكاليات، راح ينقطع هذا المبلغ وراح يكون لاداره يعني العفو في ميزانية الزوراء، وهذا طبعا راح يخلصنا من كثير من العوائق اللي ممكن أن تكون يعني أمامنا خصوصا بالجانب المالي، وأيضا راح يخلينا أيضا يعني نعمل بسهولة عالية جدا، كون أن هذه المبالغ راح ترصد في الميزانية وممكن أن يخلينا نوفي بالتزاماتنا بشكل يعني بالأوقات المحددة لها. احنا كل سنة نتأخر ولكن نوفي بالتزاماتنا. أعتقد هاي السنة أيضا تأخرنا بالموسم الماضي، بس أوفينا بالتزاماتنا حتى تجاه اللاعبين المغادرين من الزوراء. سيد شاكر، أيضا أتمنى تظل ويانا مجموعة أخرى، الكابتن حيدر عبد الأمير نجم الزوراء وأيضا الكابتن إبراهيم بايش، تحدثوا لزيد السراج، نسمعهم ونرجع لك. يعني بدت استعداداتنا اكثر، صار لنا اكثر من 10 ايام استعدادات للموسم المقبل، كادر تدريبي جديد، لاعبين ايضا اغلب اللاعبين تغيروا، هناك تغييرات بسيطه، لاعبين مؤثرين رحلوا عن الفريق، اضافه الى وجود لاعبين ايضا استقطبوها الكادر التدريبي على مستوى عالي. نتمنى احنا الزوراء في كل موسم هو منافس قوي على اللقب الدوري وايضا على كل البطولات اللي يشارك فيها. عندنا 3 بطولات مهمه، الدوري والكاس وايضا البطوله الاسيويه. عندنا فريق متكامل اعتقد، كادر تدريب على مستوى عالي، عندنا اكثر من تشكيلتين من الفريق، يعني اعتقد هاي راح تخدمنا اكثر في المباريات، يصير تدوير بين اللاعبين. طبعا كل هذه الامور ترجع للكادر التدريبي. طموحنا احنا كلاعبين استرجاع لقب الدوري وايضا المحافظه على كاس العراق ان شاء الله، والمنافسه على كاس البطوله الاسيويه ان شاء الله. مثل ما تعرف اختارت نادي الزوراء، نادي الزوراء فريق كبير له قاعده جماهيريه، اختارت الزوراء لانني حلمي يعني العب بالنادي الزوراء، وان شاء الله نحقق شيء يليق باسم الزوراء السنه، ان شاء الله نحقق الدوري او بطوله الابطال اسيا. طموحاتك اليوم مع وجود توليفه من اللاعبين النجوم؟ اكيد اي لاعب مثل يحلم يعني يلعب ويا نادي كبير مثل الزوراء، تعرف يضم كابتن كادر ايوب وديشو، اللاعبين جيدين على مستوى لاعبين شباب ولاعبين خبره، وان شاء الله نحقق موسم يليق باسم نادي الزوراء. كابتن احمد فاضل والكابتن جلال حسن ايضا تحدثوا عن الزوراء بالموسم الجاي، نتابعهم. الحمد لله استعداداتنا جيده لهذا الموسم، قياده المدرب ايوب اديشو، وان شاء الله قادرين على حصد لقب بطوله الدوري. الحقيقه الاداره حافظت على اكثر عدد من اللاعبين الموسم السابق والموسم القبله، قدروا يضيفون لاعبين متميزين للفريق، وان شاء الله تكون اضافه قويه وتفيد الفريق بهذا الموسم ان شاء الله. ايش تحتاجون حتى تظهرون بالمظهر اللائق وعندكم منافسه محليه وايضا اسيويه؟ اعتقد الفريق متكامل حاليا، نحتاج الى مهاجم صريح على مستوى عالي مع بقيه اللاعبين، الفريق ما محتاج اي لاعب من اللاعبين صراحه. انا جدا سعيد في نادي الزوراء، مرتاح يعني راحه تامه. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقني اول شيء، ووفق الفريق ووفق الكادر ووفق النادي ككل. اكيد طموحاتي ان
أن أعمل شيء لنادي الزوراء، أن أحقق شيء لنادي الزوراء، أن نادي الزوراء اسم كبير واسم يعني على الوطن العربي والكرة الآسيوية والعراق، يمتلك لاعبين جيدين، يمتلك كادر تدريبي جيد. نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا. 3 بطولات أعتقد أنها بطولات مهمة، الكأس والدورة والكأس الاتحاد الآسيوي. أتمنى أن نتوفق في هذه المهمة ونحقق شيء للنادي وللجمهور اللي الغفير اللي يساند النادي في هذه الفترة المقبلة. وأعتقد هسه مثل ما تعرف استعدادات جيدة بالنادي، صار أكثر من أسبوع الفريق معنويات عالية، لاعبين بالفورمة. نتمنى أن نتوفق في هذه في نادي الزوراء إن شاء الله. على مستوى المنتخب الوطني شاهدناك غائب خلال الفترة السابقة. أكيد الكل تساءل عن هذه الأمور، هذا الشيء راجع للكادر التدريبي في المنتخب. أعتقد أن هو عنده نظرة عن جلال حسن. الكل تعرف أنه أنا يعني كنت في نفط الوسط، أعتقد قضيت موسم جيد في نفط الوسط، الكل شادت في جلال حسن، وأخير شيء في البطولة العربية. بس ما أعرف، والقرار الأول والأخير للكادر التدريبي في المنتخب، وأنا ما عندي أي مشكلة وجاهز للمنتخب. والمنتخب أعتقد منتخب البلد وما مو ملك أحد أو شخص، وبالعكس وبرجع أقول لك القرار للكادر التدريبي. سيد شاكر، موضوع آخر يعني مهم، الفريق غادر مجموعة مهمة ومميزة من اللاعبين، وبالمقابل أيضا استقطبتوا لاعبين أسماء كبيرة وأسماء مهمة. السؤال الأهم، هذا تغيير جلد الفريق بهذا التأثير وبهذه الكمية، يعني بالكمية والنوعية، ما يخلقكم أنتم كإدارة قعدتوا ويا المدرب، يعني أكو رؤية فنية تناقشتوا بها ويا الكابتن القدير أيوب أوديشو، لأن تعرف تغيير اللاعبين بهذا الكم وهذا النوع راح يأثر على الاستقرار على الفريق؟ كل صحيح. أنا ما راح أتحدث بجانب من يعني فني صرف بهذا الموضوع. أعتقد يعني إحنا بعد أن يعني وقعنا مع الكابتن أيوب، يعني هو أراد بعض اللاعبين اللي ممكن أن يكونوا من ضمن الفريق لهذا الموسم، وأيضا استبعاد اللاعبين ما أتى يعني من الإدارة أو من المدرب، إنما اللاعب دائما تعرف يبحث عن ما هو يمكن أفضل إلى من ناحية الاحتراف. صح. اليوم إحنا باحتراف، بس أعتقد احترافنا إحنا مو احتراف منظم في كل المجالات طبعا، مو بس في مجال الرياضة، بس في مجال الرياضة احتراف محتاج لبعد إلى دراسات عديدة. أعتقد يعني اللاعبين اللي خرجوا طبعا نتمنى لهم موفقية أن يتوفقون مع نادي ثاني، نتيجة المبالغ اللي دفعوا لهم مبالغ يعني ضعف المبالغ اللي دفعها النادي، فذهبوا إلى فريق ثاني. ايضا اللاعبين اللي استقطبناهم لاعبين يعني كبار جدا وممكن ان يكونوا اضافه ايضا جيده للفريق، ولكن بمبالغ ممكن هم تخلوا عن جزء كبير من المبالغ كانت انديه ممكن ان تعطيهم اياه، بس اجى اراد ان يعيد نفسه قسم كبير من عندهم، وهذا من حقه طبعا ان يعيد نفسه في الزوراء في سبيل يعني يذهب الى يعني المنتخب، وهو طبعا امنيه كل لاعب ان يلعب بالمنتخب الوطني. احنا ما نقول لك نطيفة شيء سحري، بس اعتقد هو اسم الزوراء وجماهيرية الزوراء، وايضا هذه الروح اللي موجودة لدى اللاعبين، ما بين الادارة واللاعبين، ما بين الادارة والمدرب، ما بين الكادر الفني واللاعبين ايضا. هذه تعطي ايضا دفعة كبيرة للاعب اللي يجي للزوراء بسبيل ان يأخذ كبير جدا. نعم، هذا بالتأكيد ما نتمناه سيد شاكر الشاكر الجمهوري للزوراء، هذا الفريق الكبير، هذا يعني مثل ما قلنا بالبداية الصرح الجبل اللي يلتف حوله جماهير كبيرة مؤلفة تساند الزوراء بحلة وترحالة وبأيامه الجيدة وأيامه السيئة. نتمنى كل الخير للزوراء ولكل الأندية العراقية تعمل بشكل صح، بشكل مهني، بشكل محترف، حتى نشوف كرة القدم العراقية ودورينا أفضل وأفضل من سابقات الدوري. وبالتأكيد هذا كله يرجع للجنة المسابقات اللي واتحاد كرة القدم اللي نتمنى ينظمون دوري منظم. شكرا لسيد شاكر الجبوري على وقته وعلى تواجده ويانا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية، أمين سر الإدارية لنادي الزوراء. أشوفكم باكر إن شاء الله، إلى اللقاء.